مرحبا، رح نحكي بهذا الفيديو عن طريقة عمل جسر مؤقت بعد تحضير. طبعا احنا اخذنا طبعة مطاط سيليكون قاسي هيفي قبل ما نحن نعمل تحضير للضاحك والرحى، وهون احنا اخذنا بعد ما انتهينا من التحضير قمنا بتفريغ هذا الجزء مكان السن المقلوع. تقديريا نحن فرغنا بوسط شفرة مشرط يعني شيء شابه شكل الضاحك. بعد ما قمنا بهذا التفريغ هلأ رح نحقن اكريل حقن حتى نعمل جسر مؤقت مثل ملأنا الطابع بهذا الأكريل بعد المزج. وهون طبقنا بفم المريض، انتظرنا 5 دقائق حتى تم التصلب، وهون شلنا لحنا الجسر مثل ما شايفين، وعملنا تجذيب بسيط للجسر، وهون حطينا لحنا مادة الصاق مؤقتة، وهون قمنا بتطبيق الجسر المؤقت بفم المريض. وشكرا لحسن استماعكم.